امبارح قام قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية بعقد اللجان الخاصة بفحص ملفات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج، وانتهت اللجان إلى الإفراج عن 727 نزيل ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، وده بيأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم اللي تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.